يا مساء الخير ويا اهلا وسهلا بكل جماهير النادي الاهلي. بدايه اسبوع جديد، اسبوع الجد الحقيقه، زي النهارده بعد اسبوع بالتمام والكمال يواجه النادي الاهلي الترجي في الدور قبل النهائي، وتستمر استعدادات النادي الاهلي والكلام كتير. هو الحقيقه يعني الواحد كان جاي النهارده نفسه مفتوح هيتكلم كوره، يعني عندنا حاجات كتير جدا حوالينا بتقول انه الجو كوره، والكوره احنا عارفين دايما، وانا باكد على ده دايما في السادسه وكل الجماهير اللي بتتابعنا، الكوره للمتعه. انا بشوف ان الكوره دي حاجه من اكتر الحاجات اللي بتمتع الواحد في حياته. ورغم كده الحقيقه، رغم ان في حاجات كتير جدا تخلينا نتكلم في المتعه، عندنا بطوله اليورو اللي ابتدت، شفنا امبارح ايطاليا وتركيا، ايطاليا في ثوبها الجديد زي ما بيقولوا، وان كان طبعا ماتش تركيا مش مقياس، في كلام كتير، لكن لاول مره تشوف ايطاليا بتلعب كره هجوميه وممتعه واداء هجومي وكور وجمل ونجوم بتقول انه ايطاليا ممكن تكون موجوده عشان تنافس. عندنا بكره كمان كوبا امريكا، البرازيل وفنزويلا. عندنا منتخب مصر الاولمبي اللي بيستعد لطوكيو، لعب اول مواجهاته امام جنوب افريقيا ومنتظر بكره ان شاء الله يلعب تاني المواجهات. وعندنا طبعا يعني الاهلي والترجي، يمكن واحد من اهم الماتشات في الموسم الحالي بالنسبه للنادي الاهلي. فعندنا كوره كتير، لكن الحقيقه ناس كتير بتاخدنا في حتت تانيه، ومضطر ان انا ارد طالما انه النادي الاهلي اسمه بيتحط في جمل دايما الحقيقه غير مفيده وغير منطقيه وغير عقلانيه، لكن مفيش مانع ان احنا نرد ونوضح. يمكن الناس تفوق، يمكن الناس تغير من منهجها، يمكن الناس تبص لاسم كبير الحقيقه بنكنله دايما كل التقدير والاحترام، لكن هم الحقيقه المنتمين ليه، او بعض المنتمين ليه عشان اكون دقيق في كلامي، مصممين دايما يحطوه في منزله اقل من قدره. الحقيقه كلام كتير جدا كان على صفقه فرجاني ساسي، واحنا هنا في قناه النادي الاهلي ده مبدا واضح وصريح من بداياتنا الحقيقه، لا نتطرق لاي شيء لا يعنينا لا من قريب ولا من بعيد، لكن فكره انك انت تحط النادي الاهلي في جمله ليها علاقه بقصه او بفيلم فرجاني ساسي، اعتقد ده امر غير مقبول وغير منطقي. والاصوات اللي بتحاول تقول ان النادي الاهلي ليه يد في فكره رحيل فرجاني ساسي عن نادي الزمالك، اعتقد انه خانها التوفيق. دي محاوله، اذا كانت محاوله عشان تعلق فشلك في الحفاظ على لعيبتك على شماعه النادي الاهلي، فاعتقد انها محاوله مكشوفه، ومفيش اساسا ما يستدعي انه النادي الاهلي يتدخل لحرمان الزمالك من فرجاني ساسي، لانه ببساطه شديده جدا فرجاني لا يمثل اي خطوره على النادي الاهلي. فرجاني نفسه كان موجود ولعب مع نادي الزمالك مواسم كتير جدا، ومع ذلك الاهلي كان بطل افريقيا في وجود فرجاني ساسي، وكان بطل الدوري وكان بطل الكاس وكان بطل سوبر افريقيا ووصل لبرونزيه العالم وكل ده وفرجاني ساسي موجود. وكان من الاولى اذا كان الاهلي بيحاول يعني او بيفكر او مشغول عنده من الوقت كده وقاعد فاضي ما بيعملش اي حاجه، فبيفكر ازاي يعطل الناس اللي بتنافسه، يفكر ان هو يعطل نادي زي الوداد او نادي زي الترجي. دي الانديه اللي بتمثل منافس حقيقي للنادي الاهلي في مشوار بطولاته الموسم الحالي، لكن لا كان ده عمره منهج النادي الاهلي ولا اعتقد فيه سابقه تقول. لكن فكره اساسا انك تحاول تروج كل فشل انت بتقوم بيه او بتحققه على حساب او على شماعه النادي الاهلي، فاعتقد انه الامر ده بقى فاقد لكل معاني المنطق ولكل معاني العقل. دي نقطه نمره واحد. نمره اتنين الحقيقه، وده شيء اعتقد ان الاهلي اكد عليه في اكتر من مناسبه بالدليل وبالفعل مش بالكلام، هو فكره، وده مثل عندنا حتى في ثقافتنا احنا كمصريين، يقول لك اللي باعك بيعه ولا تشتريه، وصدقني لو اشتريت حد باعك البيعه تكون خسرانه. الموقف ده شفناه بيتكرر كتير جدا، لا قارنا ولا قلنا ولا شوفنا مثلا ودللنا على قصه نجوم كبار جدا كانوا في النادي الاهلي ومشوا من النادي الاهلي، والنادي الاهلي لا يتمسك باحد لا يرغب في ارتداء فانيلته. حصل ده مع نجوم كبيره جدا، نجوم دوليه ونجوم كان ليها مشوار وكان ليها بصمه وكانت يمكن في مراكزها من اهم وافضل لعيبه في مصر، لكن في اللحظه اللي هي باعت في نفس اللحظه كان الاهلي بايع على طول، محدش بيفكر يشتري حد باعه. حصل ده مع اسماء كتير، اخرها كان رمضان صبحي اللي انا هنا في قناه النادي الاهلي وفي السادسه قلت قدامك ساعة وتفكر وتدينا رأيك النهائي، وده كان قرار حاسم من النادي الأهلي مع واحد من أهم نجوم الكرة في التوقيت ده، في التوقيت ده طبعا في مصر. النقطة الثانية الحقيقة اللي بتتقال كلام كتير جدا برضو في محاولة لتعليق شماعة ليها علاقة بكيفية الاستثمار وكيفية التسويق، النقطة المتعلقة بالإعلانات، لأنه الموضوع ده بقى مثار بشكل كبير جدا مش بس في وسائل الإعلام المختلفة البيضاء اللون او الانتماء، لكن كمان على مواقع السوشيال ميديا. وهنا الحقيقه ناس كتير جدا بتقارن بين اسماء لاعبين هنا وهناك، والحقيقه انه المعادله كده تعتبر معادله منقوصه، معادله غير مكتمله. الشيء اللي بيسوق
هو البراند مش الاسم اللاعب، يعني مع كامل احترامي طبعا لكل النجوم هنا وهناك، لكن في النهايه المنتج اللي بيتباع هو المنتج اللي مرتبط ببراند النادي الاهلي ايا كان اسم اللعيب. اعتبره من كبار النجوم، اعتبره من صفوف الناشئين، اعتبره لاعب صاعد، اعتبره زي ما تعتبره، لكن في النهايه السبب الرئيسي لو سالته اي حد في الماركتنج او في التسويق يعني ايه براندنج، يعني ايه انك انت تحط الليبل بتاعك او المنتج بتاعك مقترن بمنتج ناجح او باسم ناجح، هيقول لك انه الهدف الاساسي لكل المسوقين والمعلنين هو اسم النادي الاهلي في المقام الاول والاخير. وحرب الاعلانات حرب ما انصحش حد ان هو ياخدها مع كيان كبير وعملاق بحجم النادي الاهلي. انتم لو اتكلمنا بيزنس، لو اتكلمنا بيع وتسويق، منتج النادي الاهلي منتج رائج بكل المعاني والمقاييس. واي حرب من الممكن ان جمهور النادي الاهلي يعلنها بالمقاطعه او بغير المقاطعه على اي منتج تاني من الممكن انها تسبب خسائر جامه. ما اعتقدش ان في معلن في مصر ايا كان انتمائه، حتى اكبر المعلنين المنتمين لنادي الزمالك، ممكن يحط نفسه في حاله عناد او صدام مع جماهير النادي الاهلي. هنا المقياس والمعيار بالجماهيريه، واعتقد ان جماهيريه النادي الاهلي واضح حجمها واضح تاثيرها بشكل كبير. عندنا كلام كتير جدا في الكوره وعندنا موضوعات كتير في حلقه النهارده. خلوني طبعا هيكون معانا النهارده خورخي سيلاس، واحد طبعا من اشهر لاعبي المنتخب البرتغالي وكان مدرب فريق سبورتنج لشبونه، هيكون معانا النهارده في سادسها في الفيديو كونفرنس، هنتكلم معاه بالتفصيل عن بدايات اليورو وتوقعاته كمان لحظوظ المنتخب البرتغالي حامل اللقب حتى اللحظه. هنتكلم كمان مع كابتن احمد فوزي عن كل الاحداث الرياضيه، سواء كان منتخب مصر الاولمبي، سواء كان اليورو 2020، او طبعا مشوار النادي الاهلي في دوري الابطال ومواجهته المنتظره مع الترجي التونسي. خلينا نبدا حلقه النهارده باهم الاخبار والعناوين. الاهلي يواصل تدريباته قبل السفر لمواجهه الترجي بدوري الابطال. استاد السويس يستضيف الوديه الثانيه للمنتخب الاولمبي امام جنوب افريقيا. هولندا تفتقد جهود ديليخت في مواجهه اوكرانيا في يورو 2020. ليفربول يسعى لتامين بقاء صلاح بعد رحيل فينالدوم. وسقوط نادال في رولان جاروس يسيطر على صحف فرنسا. احنا بنعليها، احنا بدعنا الصنع انتم جايين بعدينا، احنا نهب جبال اسأل يا ابني علينا. الاهلي سيد القارة واتقال واحد فيها بطولينين، طوله شمال كله عالسكة وشغال، الضربة القاضية هتتشال. الاهلي معلم اجال، مفيش تعب بيأثر فينا، احنا تاريخنا بيحكي علينا، الجماهير ملايين حوالينا بتشجعنا وبتقوينا. احنا ملوك اللعبة احنا بنعليها، احنا بدعنا الصنع انتم جايين بعدينا، احنا نهد جبال اسأل يا ابني علينا. الاهلي سيد القارة واتقال واحد فيها بطولينين، طوله شمال كله عالسكة وشغال، الضربة القاضية هتتشال. الاهلي معلم اجال، مفيش تعب بيأثر فينا، احنا تاريخنا بيحكي علينا، الجماهير ملايين حوالينا بتشجعنا وبتقوينا. بعد طول غياب بنشوف منتخب مصر الاولمبي بطل افريقيا الحقيقه في مواجهته الاولى قدام جنوب افريقيا اللي انتهت طبعا لصالح المنتخب بنتيجه 2-0. يمكن نتيجه طبعا في الماتشات دي يعني وانت بتستعد للاولمبياد بتبقى النتيجه مش حاجه عظيمه، مش حاجه مهمه قوي يعني. الاهم هو انك انت تقيس مدى جاهزيه اللاعبين ومستواهم واصل لغايه فين، ترجع حاله الانسجام. طبعا النسخة اللي احنا شفناها نسخة نمرة واحد قدام جنوب افريقيا بعيدة كل البعد عن اللي احنا ختمنا بيه او اللي موجود في ذاكرة الجماهير، الصورة والانطباع اللي تكون بعد بطولة افريقيا. طبعا يعني مش هقدر الوم لا على الجهاز الفني ولا على المنتخب لانه الظروف كانت صعبة جدا الفترة الاخيرة، لكن في لعيبة كتير الحقيقة كانت بعيدة، يعني في لعيبة وفي اسماء كانت بعيدة تماما عن المستوى اللي هي كانت او اللي كانت بتقدمه مع المنتخب الاولمبي او حتى كانت بتقدمه مع فرقها في الدوري. على كل الاحوال ده شيء ممكن يكون مقبول جدا في تجربه اولى، نتمنى انه تجربه بكره ان شاء الله، بكره الحد هيبقى في مواجهه ثانيه هتتلعب في استاد السويس.
نتمنى ان شاء الله انه وجه المنتخب وجنوب افريقيا منتخب محترم برضو انه يقدم لنا طبعا صوره تطمنا الى حد كبير جدا، وتطمن الجهاز الفني وتطمن اللعيبه نفسها على قدرات منتخبهم قبل ما ان شاء الله يسافروا على طوكيو. هو بالمناسبه في كمان ان شاء الله ماتشين مباراتين وديتين هيتلعبوا ان شاء الله برضو قبل مشوار السفر قبل ما نروح لطوكيو. اعتقد انه المنتخب محدد ماتشين هيلعب، طبعا هيلعبهم في شهر يوليو قبل ما يسافر عشان يواجه اسبانيا يوم 22، ارجنتين 25، استراليا 28، ونتمنى ان شاء الله ان المشوار يكون اطول من كده. خلينا نروح للنادي الاهلي وتحديدا من ملعب مختار التتش. زميلنا شريف شعبان جاهز نتعرف على تفاصيل تمرينة النادي الاهلي النهارده. مساء الخير يا شريف، اتفضل. مساء النور، تحياتي ليك زميلي احمد ولكل جماهير النادي الاهلي في كل مكان، بالفعل متواجد في تمرين النادي الاهلي اللي بدا في الخامسه مساء. بس الاول قبل ما اتكلم في تفاصيل التمرين والمن خلفي طبعا تقسيمه بيعملها مستر بيتسي موسيماني، لازم اشيد بارضيه التتشي، حاجه ما شاء الله، حاجه روعه، حاجه طليقه باسم النادي الاهلي، ارضيه ولا اروع ولا اجمل. يمكن النادي الاهلي او الاداره التنفيذيه في النادي الاهلي انشاوا اربع ابراج اضاءه جديده لملعب التتشي، حاجه طليق برضو ايضا بملعب التتشي من خلف المدرج اللي تم تطويره، ويمكن اعلى المدرج طبعا شعار النادي الاهلي وشهداء النادي الاهلي فوق مدرج التتش، حاجه روعه، حاجه شابوه على الجمال اللي بشوفه او الساده المشاهدين بيشوفوه من خلفي في ملعب مختار التتش. نتكلم بقى في تفاصيل المران. يمكن الساعه 5 كان التمرين، مستر بيتسي موسيماني بدا بمحاضره فنيه استمرت حوالي ربع ساعه، اتكلم فيها مع اللاعبين عن مباراه الترجي التونسي وفرجهم على بعض نقاط القوه والضعف عن فريق الترجي التونسي. باذن الله باذن الله يكون الفوز من نصيب النادي الاهلي في مجموعة المباراتين ونتأهل بإذن الله إلى الدور النهائي. منذ قليل سألت الكابتن سيد عبد الحفيظ عن اللعيبة الدوليين، قال لي لعيبة المنتخب الأولمبي هينضموا بإذن الله في تمرين يوم الثلاث الساعة 10 الصبح قبل السفر إلى تونس، اللي هيكون التحرك في الساعة 1 الظهر. يوم الثلاث هيكون التمرين 10 الصبح ومن بعدها التحرك على طول إلى مطار القاهرة عشان نستقل طائرة خاصة نتجه إلى دولة تونس. بدير بنون قال لي بكرة هيكون موجود في تمرين يوم التمرين، بكرة هيجي النهاردة بالليل، بكرة هيكون موجود في بالسلام. التمرين باقي اللاعبين الدوليين هيكونوا موجودين في تونس باذن الله يلحقوا ببعثه النادي الاهلي. الاصابات يمكن قفشه بيقترب من العوده الى التمرينات، خلاص كلها ساعات ويكون موجود باذن الله في التمرين باذن الله، وهيسافر باذن الله باذن الله مع بعثه النادي الاهلي يوم الثلاث. يمكن موقف محمد محمود لسه بتتكلم في حوالي 10 ايام او اقل باذن الله. محمد هاني برده مش هيلحق، محمود متولي ايضا مش هيلحق، قال لي هيرجع باذن الله او هيتاهل او هينزل التمرين بعد ما يرجعوا من تونس باذن الله بسلامه الله سالمين الى ارض الوطن. بكره الصبح هيكون في مسحه قبل بدايه المران، المران هيكون في الخامسه عصرا، يوم الاثنين هيكون اجازه، يوم الثلاث زي ما قلت لك التمرين هيكون في العاشره صباحا. دعواتنا ودعوات كل المصريين باذن الله الاهلي باذن الله باذن الله ان شاء الله مجموعه مباراتين باذن الله ونتاهل باذن الله. شريف خليني اسالك، يعني انا بيتهيألي انه احنا بقى لنا فتره طويله جدا حتى من الموسم اللي فات ما غابتش اللعيبه عن الملعب لمده 6 ايام، انت حاسس انه اللعيبه رجعت التمرين عامله ازاي؟ يعني هل الراحه السلبيه دي اثرت عليهم بشكل ايجابي؟ حاسس انه اللعيبه وحشها الكوره زي ما بنقول كده؟ حاسس ان هم في التمرين اكتر جاهزيه، اكتر حرص على يعني ان هم يرجعوا لمستواهم قبل طبعا الموسمين الصعبين دول اللي عانى فيهم الاهلي من ارهاق ومن اصابات كتير جدا؟ زميلي احمد، يمكن مستر بيتسي موسيماني ذكي قوي، بدا يسال النادي الاهلي ما خدش راحات من قد ايه؟ طب المواسم بقى لها كام سنه في تلاحم مواسم ورا بعض؟ طب مجموع المباريات قد ايه الاهلي في الفتره الاخيره؟ فلا النادي الاهلي بقى له سنين كل مبارياته او كل مواسمه بتتلحم في بعض، فقال لك لا لازم يكون في، هيبقى في مع اللاعبين ملل من ضغط المباريات، هيبقى في اصابات كتيره جدا بتحصل، فكان لازم يديهم راحه طويله يفصلوا فيها عن الكوره. ما خوفناش من المخزون البدني، هو ما كانش خايف لان هو عارف المعدل البدني بتاع لعيب النادي الاهلي وصل لفين. فزي ما بيقول الراجل كان ذكي في هذه المقوله، الاهلي رجع، اللعيبه رجعه بعد ما فصلت تماما عن كره القدم حوالي 6 ايام، رجعه بتاكل النجيله بلغه الكوره، عندهم مخزون بدني ما شاء الله كويس جدا باين من خلفي. يمكن في تقسيمه بطول الملعب ما شاء الله لعيب النادي الاهلي، ولا اكني في اجازه، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، مخزون بدني كويس جدا، فصل اللعيبه عن الكوره، فاللعيبه رجعه متعطشه لاجواء الكوره، لاجواء المنافسه. حسنا فعل
المستر بيتسو موسيماني بدأ يعرف تركيبة اللاعب المصري بسرعة، ويا رب بإذن الله التوفيق بس يكون معاه، وبإذن الله بإذن الله هنوصل للنهائي بإذن الله، ويا رب بإذن الله يكون نجمة من 10 من نصيب النادي الأهلي بإذن الله. إن شاء الله بإذن الله. بشكرك زميل عزيز شريف شعبان، دي كانت أخبار تدريب النادي الأهلي النهاردة من داخل ملعب إتاتش. خليني أقول لحضراتكم إنه فرصة، طبعا فرصة للتيم كله، يعني أنا بشوف إنه الست أيام دول كانوا جزء مهم جدا وأساسي جدا، وإن شاء الله يكون ليه تأثير إيجابي على الحالة الذهنية والبدنية للنادي الأهلي في الفترة اللي جاية، مش بس ماتش الترجي، حتى ما بعد ماتش الترجي إن شاء الله، ووصولا لنهائي أفريقيا إن شاء الله ربنا يكتب لنا التتويج بها. لكن الأهم من ده كمان بشوفها فرصة لأسماء بعينها. أنا مش هتكلم على أسماء، بس أنا شايف إنه فرصة دي ممكن أسماء بعينها يمكن كانت غايبة أو مستواها يعني متراجع شوية الفترة الأخيرة، مازال جمهور النادي الأهلي عنده أمل كبير جدا في إن هم يرجعوا لفورمتهم ويستعيدوا مستواهم، اللي بالتأكيد لو وصلوا له اعتقد هيكونوا كلهم اصحاب بصمة مهمة جدا مع النادي الأهلي الموسم ده، مش بس برضو مباراة الترجي. خليني اقول لحضراتكم بقى بعض الاخبار عن اليورو، وبعيدا عن الكرة معانا شوية اخبار مهمة يمكن تحب تهم كمان الناس اللي بتحب التنس. بداية فيما يتعلق باليورو، حضراتكم عارفين انه كان في صدمة كبيرة جدا بالنسبة لمنتخب هولندا بانه فان دايك بسبب اصابته مع ليفربول طبعا مش هيبقى موجود. كمان الحقيقه دي ليخت تم اعلان ان هو هيغيب، طبعا مدافع المنتخب الهولندي هيغيب عن اول ماتشات هولندا في اليورو، المفترض ان هم ان شاء الله هيلعبوها قدام اوكرانيا بكره ان شاء الله. وطبعا دي ليخت لاعب اليوفي الايطالي هيغيب بسبب اصابته في اعلى الفخذ. خليني اقول لحضراتكم انه هولندا من المنتخبات اللي دايما الحقيقه بتقدم كره محترمه جدا، وعندهم عناصر كتير جدا مميزه. النهارده رشح لحضراتكم ماتش انجلترا وكرواتيا، انا بشوف انه ده اهم واصعب واعنف مواجهات اليوم، واعتقد انه تشكيله انجلترا بتقول انه انجلترا جايه تروح لبعيد، كرواتيا يبقى واحد من المنتخبات اللي يمكن مش منتخبات صف الاول او المنتخبات المرشحه، لكن دايما خصم عنيد وند عنيد للمنتخبات الكبيره جدا في اوروبا. نروح لصلاح، صلاح الحقيقه اللي يمكن في بعض التقارير في انجلترا اتكلمت على انه حضراتكم عارفين انه صفقه فينالدوم اللاعب المتوسط ميدان الهولندي واللي انتقل لباريس سان جيرمان من الممكن انها تلقي بظلالها على مشوار محمد صلاح مع نادي ليفربول. اغلب التقارير بتقول انه بعد رحيل فينالدوم بعد مسيره اعتقد انها كانت ناجحه جدا مع الليفر، مسيرة استمرت حوالي 5 سنين شهدت فوز ليفربول بعدد كبير من البطولات كان أهمهم طبعا الدوري الإنجليزي والشامبيونز ليج، فإنه ده من الممكن أنه يفرض على إدارة ليفربول أنها تجدد لصلاح بأي شكل من الأشكال وتحت أي بند من البنود أو شرط من الشروط، لأنه بتشوف أنه غياب فينالدوم هيحتم على إدارة ليفربول أنها تحافظ على العمود الفقري للفريق أو اللعيبة الأساسية في الفريق، واعتقد صلاح هو واحد من اهم وابرز لعيبه ليفربول في الفتره الاخيره. نروح لفرنسا وتحديدا الصحف الفرنسيه، حضراتكم عارفين طبعا وعشاق التنس عارفين ان واحده من اهم بطولات العالم واحده من بطولات الجراند سلام هي بطوله رولان جاروس بتقام، والحقيقه يمكن كل الصحف الفرنسيه ركزت بشكل كبير جدا على خساره رافائيل نادال النجم الاسباني طبعا امام الصربي نوفاك جوكوفيتش في نهائي بطولة رولان جاروس اللي بيحمل طبعا نادال لقبها. أول سقوط لنادال اللي بيعتبر ملك بطولة رولان جاروس ويعتبر الأكثر تتويجا ببطولة رولان جاروس من حوالي 6 سنين، كانت آخر خسارة ليه برضه قدام دياكوفيتش في بطولة رولان جاروس. والحقيقة يمكن زي ما حضراتكم شايفين لقطات من البطولة، على فكرة في كتير من الصحف وصفت المباراة دي بأنها المباراة الأجمل في تاريخ البطولة. طبعا رولان جاروس هي بطولة فرنسا المفتوحة، عشان كده يمكن احنا اتكلمنا على تركيز الصحف الفرنسية عليها، واحدة من أهم أربع أو من أكبر أربع بطولات فيما يتعلق طبعا برياضة التنس على مستوى العالم. كتير من الناس استمتعت الحقيقة بصرف النظر عن النتيجة، اتنين من 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 يعني من أجمل وأقوى لاعبي التنس على مستوى العالم في التاريخ، والحقيقه مباراه امتدت يمكن ل4 ساعات كان الفايز فيها الحقيقي الجمهور اللي تابع ماراثون قوي جدا من اتنين يعني متميزين جدا بصراحه على اكتر من مستوى، الناحيه البدنيه التكنيك والمهاره كانت مباراه الحقيقه ممتعه جدا جدا. تمكن طبعا جوكوفيتش هو المصنف الاول على العالم، ونادال حاليا هو
المصنف اللي بيحمل المركز رقم 3 أو الترتيب رقم 3 طبعا على مستوى العالم. خلينا نروح بقى لليورو بالتفصيل، وتحديدا النهاردة هركز مع حضراتكم على حامل اللقب، على منتخب البرتغال، على الدور المنتظر من جوهرة البرتغال إنجاز التعبير كريستيانو رونالدو، وعلى أيضا الحقيقة عدد كبير من اللاعبين المميزين اللي عشاق الكرة مفترض أن هم يتابعوهم. أنا بشوف أهمهم وهو القادم الحقيقة في الكرة البرتغالية، جواو فيليكس نجم أتلتيكو مدريد. خلينا نروح لفاصل، نرجع بعد الفاصل نستقبل خورخي سيلاس نجم المنتخب البرتغالي ومدرب سبورتنج لشبونة السابق في السادسة من خلال الفيديو كونفرنس. ما تقدرش تقول ان في منتخب قادر يفرض سيطرته على بطوله اليورو، يعني في طبعا اسبانيا وفي المانيا اللي فازوا بالبطوله 3 مرات، لكن ما تلاقيش سيناريو زي اللي بيحصل عندنا في افريقيا، ومصر طبعا صاحبه 7 ألقاب في البطوله الافريقيه. لكن الحقيقه يمكن اللي هركز عليه النهارده مع حضراتكم هو منتخب البرتغال، وعلى الرغم من الكره البرتغاليه قدمت على مدار التاريخ الحقيقه تاريخ طويل نجوم كبار جدا، يعني بدايه طبعا بالاسطوره ايزيبيو، انا ما شفتوش لكن الكلام عنه انه كان واحد من اساطير الكره في العالم كله. عندنا طبعا في الاجيال القريبه جدا كان في روي كوستا، كان في لويس فيجو، لكن لم تستطع البرتغال رغم وجود عدد كبير من الاسماء المحترمه انها تحقق البطوله دي الا في النسخه الاخيره على ايد طبعا كريستيانو رونالدو ورفاقه. هل يستطيعوا ان هم يحافظوا على اللقب؟ وايه فرص البرتغال في التتويج ببطولة يورو 2020؟ هيكون معانا خورخي سيلاس طبعا زي ما قلت لحضراتكم واحد من نجوم المنتخب البرتغالي وكان المدير الفني السابق لفريق سبورتنج لشبونة، هيكون معانا في السادسة من خلال الفيديو كونفرنس. طبعا بداية أهلا بيك معانا وبرحب بيك على شاشة النادي الأهلي. Hello. Good afternoon. How are you? مساء الخير، كيف حالكم؟ أهلا بيك. يعني بداية خليني أكلمك عن افتتاح البطولة بالأمس، إزاي شفت حفل الافتتاح ورأيك في استضافة 11 مدينة في مختلف أنحاء أوروبا للبطولة؟ حسنا، أعتقد أن التنظيم كان جديدا علينا، لأن العديد من المدن تنظم البطولة. بعض الناس يرون أن هذه ليست بميزة على الإطلاق، فلذلك وبناء عليه يوجد الكثير من المنتخبات القوية كألمانيا وفرنسا وإنجلترا، وهذا من المهم جدا لهذه البطولة. وكما رأينا أن المنتخب الإيطالي بالأمس فاز ب3 أهداف مقابل لا شيء، هذا المنتخب يعد من أقوى المنتخبات في هذه البطولة، ويعتبر هذه ميزة أن يلعبوا في على أرضهم. ولذلك حتى الآن الشكل العام جيد جدا، وأعتقد أن الأمور ستسير بشكل جيد فترة قادمة. رغم امتلاك البرتغال لعدد كبير من أو أجيال متعددة الحقيقة تحمل أسماء على أعلى مستوى، إلا أنها لم تنجح في الفوز ببطولة اليورو إلا في نسختها الأخيرة، من وجهة نظرك إيه هو السبب في ده؟ حسنا، لدينا دولة صغيرة نوعا ما، نحن فقط 10 ملايين مواطن. The population that we have, I think that it is
الخليط الصغير الذي لدينا يعتبر شيء كبير لأننا لم نتأهل لنهائيات، لم نتأهل لنهائي بطولات من قبل، لذلك هذا مهم جدا وعامل كبير جدا. لذلك إذا أردت أن أخبرك فسأتكلم إذا كان لدينا دولة أكبر وإذا كان لدينا خليط أكبر من اللاعبين فسيكون لدينا عدد أكبر من اللاعبين الأقوياء والمدربين ذوي الخبرات. لذلك صغر الدولة وصغر الخليط من والتعدد من اللاعبين عامل أساسي. Is not bad. Is really good for the size that we have like a country. وهذا حتى الآن يعد شيء جيد بالنسبة لمنتخب البرتغال. هل في اختلاف كبير بين الكتيبة البرتغال اللي بتشارك في اليورو 2020 عن الكتيبة اللي فازت باللقب في النسخة الأخيرة؟ It's not so big. It's not so big. Most. لا لا يوجد اختلاف كبير. Most of the players they are. معظم اللاعبين شاركوا بالفعل مع منتخب البرتغال في النسخة السابقة ولدينا أيضا العديد من اللاعبين الشباب. They are not there now, but they have a big quality, and they will. لم يشاركوا الآن ولكن لديهم خامة جيدة. One team that I think that we can also. وأعتقد أن فريقنا قادرا على المنافسة على اللقب مرة أخرى. نعم هو أمر صعب على الفريق، لذلك لأننا لدينا منتخبان قويان جدا في المجموعة، منتخب ألمانيا، لكننا نستطيع أن نقاتل ونستطيع أن ننافس على اللقب حتى لو كانت ألمانيا تلعب على أرضها، لكن بما أننا حامل اللقب فبالتالي سنقاتل على اللقب مرة أخرى بالطبع. المجموعة اللي وقعت فيها البرتغال وصفت بأنها المجموعة النارية، هل ترى أنه المنتخب البرتغالي يملك حظوظ التأهل للأدوار التالية، ولا من الممكن أو أنه سيناريو الخروج المبكر ممكن يكون سيناريو وارد؟ I think that the first game is very important. أعتقد أن أول مباراة هي أهم مباراة. فإذا فزنا أمام المجر فلدينا فرص كبيرة جدا. One of the other two teams, France and Germany. لأن واحد من الفريقين الآخرين فرنسا وألمانيا. So it's very important to us winning the. المباراة لضمنا ستكون صعبة. فلذلك صعبة. لذلك أهم مباراة بالنسبة لنا هي مباراة المجر. Like a first or second. فأعتقد إذا فزنا بها نستطيع أن نصعد ونتأهل كأول أو ثاني المجموعة. البعض بيرى أنه سبب الفوز الرئيسي أو سبب التتويج الرئيسي للبرتغال هي وجود كريستيانو رونالدو في قمة مستواه وقمة عطائه. هل ترى أنه تتويج البرتغال مرتبط دايما بالحالة أو الجاهزية اللي عليها النجم كريستيانو رونالدو، ولا مش بالضرورة وأنه في عناصر أخرى تدعم فكرة التتويج والفوز بالبطولة؟ Of course that Cristiano Ronaldo is the main item, but بالطبع أعتقد أن كريستيانو رونالدو هو أهم عامل في الفريق. In Euro 2016. وأعتقد أنه كان لاعب أساسي مهم جدا في بطولة اليورو السابقة. لكن بالطبع لدينا فريق قوي جدا ولاعبين آخرين أقوياء جدا. برونو فرنانديز ولدينا لاعبين آخرين ممثلين. فبالتالي ولدينا روبن دياز في مانشستر سيتي، فبالتالي أعتقد بالفعل أن رونالدو مهم جدا، ولكن ليس وحده. وأعتقد أن هناك لدينا لاعبين آخرين أقوياء جدا يستطيعون أن يساعدوا منتخبهم على الفوز بالبطولة. وكما قلت كريستيانو رونالدو من اللاعبين المهمين جدا، لكن بالطبع لدينا فريق قوي جدا. يعني أعتقد أنه كمان واحد من أهم الأسماء التي لم تذكرها هو جواو فيليكس، نجم أتلتيكو مدريد اللي أعتقد قدم موسم أكتر من رائع، وأعتقد ممكن يكون صاحب بصمة مع المنتخب البرتغالي. Yes,
I think everybody it will be important. أعتقد أن الجميع مهم جدا للفريق. وحتى الآن وحتى الآن لم يقدم جواو فيليكس ما ننتظره منه. But he's just starting. He's just. ولكن على ما أعتقد أنها مجرد البداية. هو أمامه مستقبل. وسيكون مفيد جدا للفريق القومي. لكن لو سألتني عن اللاعبين المهمين المهمين بعد رونالدو سأقول برونو فرنانديز ولن أرشح جواو فيليكس. بالطبع جواو فيليكس مهم جدا لكن برونو فرنانديز سيكون أهم. وأستطيع أن أعدد اللاعبين الكثيرين مثل جواو لكنهم لا يزالوا في البداية. مين الفرق من وجهة نظرك يعني إذا كان للبرتغال التأهل عن مجموعتها مين الفرق اللي ممكن تنافس المنتخب البرتغالي بوصفه حامل اللقب على التتويج ببطولة يورو 2020؟ Of course, France, Germany, and Spain. بالطبع فرنسا وألمانيا. France, Germany, and Spain are the. وأسبانيا سيكونون منتخبات قوية جدا ومرشحين أقوياء جدا على اللقب. وبعد البرتغال. أرشح إيطاليا وإنجلترا أيضا. ألمانيا تلعب على أرضها. تلعب وسط جمهورها. وإيطاليا وإيطاليا بالطبع وإنجلترا بطبيعة الحال. والنهائي وقبل النهائي سيكون على الأرضين فبالتالي هذه الدول الست ستكون أقوى المنافسين على اللقب. Can be one of these six. وفائز بالبطولة سيكون مؤكدا واحدا من هذه الستة. من وجهة نظرك الشخصية مين اللاعبين اللي بتنتظر تألقهم في البطولة أو اللي أنت على الأقل هتكون حريص على متابعتهم؟ I will follow most of them. Of course. سأتابع معظم اللاعبين. خصوصا اللاعبين البرتغاليين. وخصوصا فيل فودن في منتخب انجلترا سيكون من ابرز اللاعبين. وبالطبع كيليان امبابي لاعب قوي جدا ومميز جدا يجب ان نشاهده. بالطبع اللاعب الذي يصل لهذا المستوى الذي يتحدث عنه الجميع فبالطبع يجب مشاهدته. يوجد كثير من اللاعبين في انجلترا ميسون ماونت وكين لديهم 4 أو 5 لاعبين اقوياء جدا ننتظر منهم شيء مختلف في هذه البطوله. كذلك برونو فرنانديز لاعب قوي جدا وقدم موسم مميز مع مانشستر يونايتد. الناس تنتظر الكثير منهم في هذه البطوله. خورخي سيلاس نجم منتخب البرتغال والمدرب السابق لفريق سبورتنج لشبونه بشكرك على وجودك معنا على شاشة الأهلي في السادسة وطبعا كل التوفيق للمنتخب البرتغالي في يورو 2020. متواصلين مع حضراتكم في السادسة بس بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم مرة تانية في السادسة. اسمحوا لي بس قبل ما أدخل في مواضيعنا وهي كتير الحقيقة لأنه الأحداث اللي بتحصل في العالم كله مش بس في مصر هنا كتير. خليني بس أوجه كلمة لجمهور نادي الترجي البنوكين ليه طبعا كل الاحترام والتقدير ومن الواضح ان هو يعني عنصر نشط وفعال على صفحات قناه النادي الاهلي في الفتره الاخيره. انا متابع تعليقاتكم. اهلا وسهلا بكم. مصر هي بيتكم الثاني والاهلي بالتاكيد نادي القرن في افريقيا يسع من جماهير انديه القاره 1000. خليني بس اوضح انه انا لما قلت هنا في السادسه ويمكن اغلب جمهور الترجي كان بيعلق على الجزئيه دي انه ماتش الاهلي والترجي في ذهاب دوري نهائي قبل نهائي دوري ابطال افريقيا هو المباراه الاصعب بالنسبه للنادي الاهلي الموسم ده وفنت الكلام بتاعي وقلت ايه هي اسبابي من وجهه نظري الشخصيه في كونها المباراه الاصعب اللي حتى بفكر حضراتكم قلت انها يمكن تكون اصعب من مباراه النهائي نفسها. كان ده مش خوفا او تخوفا على النادي الاهلي من الترجي عشان الكلام يتحط في نصابه الصحيح.
الكلام ده كان مرتبط بفكرة احترام الخصم أو المنافس، وبالتأكيد طبعا نادي الترجي نادي كبير ونادي صاحب رصيد كبير جدا من البطولات وعنده جماهيرية وشعبية كبيرة جدا في تونس، وله مننا كل الاحترام والتقدير. بس عشان الكلام ما يتفهمش منه أن أنا بقول أنه الأهلي متخوف من مواجهة الترجي في تونس، ده لم يكن قصدي على الإطلاق. الفكرة هو احترام الخصم والمنافس، وده مبدأ أساسي عند النادي الأهلي حتى لما بيكون بيلعب أصغر فريق في المنافسات المحلية. اسمحوا لي بقى أدخل في موضوعاتنا عشان هي كتير، مع واحد طبعا من نجوم النادي الأهلي الأكثر احتراما والأكثر انتماء الحقيقة في السادسة، بيشرفنا دايما طبعا كابتن أحمد فوزي، ضيف عزيز علينا في قناة النادي الأهلي. أهلا بيك كابتن أحمد. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ أحمد، إزي صحتك، عامل إيه، أخبارك؟ نور الدنيا. الله يكرمك. دايما نتقابل كده والأهلي يفاز ببطولة، على خير داخل إن شاء الله على بطولة، دايما على خير. يعني قبل الوداد بأسبوع أو ست أيام تقريبا بالزبط. كنت أنا موجود هنا في الماتش اللي هناك، فيعني إن شاء الله إن شاء الله تبقى بشرة خير. إن شاء الله بإذن الله. خليني أبتدي معاك من المرحلة اللي فاتت سريعا، عادي عليها. بتشوف إزاي بداية طبعا الراحة السلبية اللي خدها النادي الأهلي ورجوعه للتدريبات بداية من يوم الخميس استعدادا طبعا لمواجهة نادي الترجي، شايف إنه ده ممكن يكون ليه أثر إيجابي على الفرقة من ناحية البدنية والذهنية بشكل كبير؟ يعني سلاح ذو حدين. أنت سلاح ذو حدين. أنت قعدت 40 يوم أو 45 يوم تحديدا بتلعب كل 3 أيام. أيوه. فكانت الضغط بدنيا وذهنيا على اللعيب، وخلي بالك كل مباراة النادي الأهلي كؤوس، سواء في الدوري سواء في فرقة سواء في كاس، هي مباراة كؤوس انت عايز تكسبها. مظبوط. فانت مباراة كؤوس بتبقى ضغطها اعلى بكتير من مباراة الدوري. النادي الأهلي عدى عليه فترة كبيرة قوي بيلعب كل 3 ايام، انت لعبت اكتر من 30 او 29 لعيب جبته من ناشئ 99، لعبته باك شمال وهو اصلا بيلعب نص ملعب، ولعبت 5 ماتشات على هذا الوضع. أيوة. انت جبت لعيب ديفندر او 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 سيرت باك، لعبته باك رايت، انت في اماكن كتير في الملعب ما كنتش لاقي لها بديل. واحد زي قفشه انا شايف ان الاصابه دي رحمه من ربنا ليه. أيوة. انه فخد فتره نقاهه كبيره، صحيح هو بيعمل علاج طبيعي، بس فتره نقاهه في التحملات البدنيه عليه هتفرق معاه كتير، هترجعه احسن من ما كان. فانت الفتره دي كنا عايزينها، بس كنت اتمنى انها تبقى بدري شويه، يعني قبل ما نلعب الماتش الودي اللي احنا لعبناه ده. طيب. لو كنا بدرناها يومين ثلاثه كمان قبل ماتش مصر التأمين. تمام، بحيث ان احنا نبتدي نرجع مش قبل المباراه ب 8 ايام، نرجع قبل المباراه على الاقل ب 11 يوم. يبقى في 5 ايام فتره بدنيه وست ايام تكتيك للمباراه. دي كانت وجهه نظري، انما طبعا اكيد كل حاجه معموله مع الجهاز بالورقه والقلم، واكيد مقدار الراحه بياخدوه على مقدار الحمل اللي هم بيعملوه. فيعني انا شايف ان شاء الله ان شاء الله يكون الحسابات، لان كل حاجه بتتحسب بالعضلات وبتتحسب بالموازين اللي هم يقدروا يشيلوها، بكميه الجري اللي يجروها، كل الحاجات بتتحسب باجهزه معينه يقدروا يحددوا فيها فتره الراحه قد ايه. واعتقد ان شاء الله النادي الاهلي عمل كده كويس، وان شاء الله تبقى فتره ايجابيه جدا لينا عشان نستعيد. يعني زي ما بقول، بص خلي بالك، اهم من الناحيه البدنيه الناحيه الذهنيه. ساعات من كتر تعب جسمك ما بتقدرش تفكر غصب عنك، جسمك تعبان فمش قادر تستعيد الحاله الذهنيه اللي هي اعلى حاجه. طيب. عشان كده بتعمل ايه؟ لازم تريح عشان تعرف تفكر كويس. مزبوط. ده في الحاله العاديه، في الحاله العاديه ساعات بتشد الكوبس بالظبط تشد عشان تفصل، لازم تفصل عشان تعرف تفكر. أيوه. صح. فهو بقى تخيل انت لعيب بتلعب كل 3 ايام مباراه، لا وانت بتتمرن كمان ما بين المباريات وبتسافر من هنا لهنا وهنا، وكميه ارهاق عاليه جدا. طبعا. جدا. فاعتقد ان الحمد لله ان شاء الله ان شاء الله تبقى الاهلي يقدر يحسم التاهل في فرادس. لا اللي يقول كده يبقى غلطان. المباراه دي 180 دقيقه. المباراه دي 180 دقيقه هيلعب منها 90 دقيقه هناك و90 دقيقه هنا. انت هتلعب بدايه بتحافظ على اهم حاجه، تحافظ على المرمى بتاعك وتحاول تهدف. ما قدرتش ولا قدر الله استقبلت، يبقى انت هتبتدي تفكر فكر تاني خالص. خلي بالك هي عمليه زي ما بيقولوا كده، فكر حربي مختلف من المدير الفني ده للمدير الفني ده. انا بلعب على حاجه معينه وانت بتلعب على حاجه معينه. يعني انا لو مستر موسيماني هلعب 4-3-3 فلات، العب بثلاثه ديفندر، ثلاثه نص ملعب بعرض الملعب عشان اقف في نص الملعب، وعشان اساعد الاطراف اللي عندهم طرفين سرعة جدا في الناحيه الهجوميه ما بيدافعوش كويس بس هجوميا كويسين جدا. طب اعمل ايه؟ اقفل نص الملعب والعب 4-3-3 والعب في ظهر الاثنين الاطراف اللي بيزيدوا. دي هتبقى مميزانه جدا. لو لعبت 4-2-3-1 هلاقي مساحات في نص الملعب، خاصه زون 14 عندنا هتبقى مشكلتها ان انت لازم توقف واحد من الاثنين،
اذا كان السولية او ديانج، اعتقد ان ديانج بيعملها كويس، ولكن ديانج الوحيد اللي ما ريحش. نقطه سلبيه، ايوه الوحيد اللي ما ريحش في التيم هو ديانج، كان بيلعب مع منتخب بلاد مالي. فعشان كده ايه هتبقى الحمل هيبقى عليه الى حد ما لسه عالي، لسه ما خدش القسط من الراحه زي ما بيقولوا. ف يعني انت لازم لازم لابد ان انت تحسبها حسابات ورقه وقلم، متوقع زي ما بتلعب شطرنج كده، متوقع سيناريو شبه سان داونز ذهابا وايابا ان شاء الله. ان شاء الله اللي عملناه في الاياب هيحصل، هنعمله في الذهاب ان شاء الله. ان شاء الله, إن شاء الله. باذن الله. بيتهيالي يمكن يا كابتن احمد ممكن تقول لنا برضو وانت طالع بره بيبقى مهم جدا بالنسبه لك انك تسجل، يعني أكيد. فكره انك انت تلعب على جون بره ملعبك اعتقد بيفرق كتير جدا، وخصوصا انه انا بيتهيالي انه في صالحنا اكتر انه مباراه الذهاب تكون في رادس وانه العوده تبقى في القاهره. مش قصه، ما انت ماتش سان داونز كان الذهاب عندك هنا في القاهره وقدرت تسجل هدفين وتروح هناك تسجل. ايوه فانت هي قصه في الروح القتاليه عند اللعيبه، ودي اللي الواحد متاكد منها ان شاء الله. اكيد شاء الله. الجون اللي في الذهاب في ملعب الخصم بيديك اولويه كبيره جدا، يعني الجون اللي سجله ياسر في سان داونز عمل لنا راحه كبيره، فرق عملنا راحه كبيره، خلص الماتش انت معاك لحد ثلاثه بيخشوا فيك اربعه يعني. لازم لا لازم هم يكسبوا اربعه لا قدر الله يعني. انما انت بتتكلم في اداك اريحيه كبيره أي. جدا هي دي النقطه اللي احنا ممكن تلعب عليها. انت ممكن تلعب زون ديفنس وتلعب على المرتدات، وخلي بالك مستر موسيماني لو شفت ماتش سان داونز هناك وماتش نهضة بركان وماتش فيتا كلوب هناك عملها على احسن ما يكون. كان بيقفل نص الملعب كويس قوي، بيعمل تقارب ما بين الخطوط، الثلاث خطوط كان بيعمل تقارب بينهم كويس جدا، وبعد كده يستلم الكوره يلعب لونج باس لمحمد شريف او لونج باس لطاهر محمد طاهر او صلاح محسن اي، وقدر ينفذها على احسن ما يكون. حتى في ماتش نهضة بركان مع ان المباراه كانت مباراه كاس، بس هو قدر يسحب فرقة نهضة بركان ان هي تهاجمه عشان تفتح مساحات في ظهرها ويقدر يكسب النقطة دي، والحمد لله قد كان. فانا اعتقد انه عنده القدرة انه يلعب الحتة دي كويس. طيب خليني اسألك على الترجي بقى، وشايفه ازاي نسخة الترجي 2021 لو كنت متابعه، لانه بيتهيألي كمان كان في تباين في مستوى الفريق بداية من بداية مشواره في دور المجموعات، كمان قدم عروض الى حد ما كويسة كويس. لكن يمكن عانى بشكل كبير جدا في دور الثمانية. خليني اسمع منك رأيك في مستوى نادي الترجي، بس بعد ما نروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع كابتن احمد فوزي. اهلا بحضراتكم مره تانية. الحقيقه يمكن خبر لسه يعني من لحظات، حضراتكم عارفين ان احنا شغالين الماتشات بتاعه اليورو شغاله دلوقتي، ماتش الدنمارك وفنلندا، ويمكن كنت هرجع اتكلم مع كابتن احمد فوزي ضيفنا في السادسه طبعا على ماتشات اليورو النهارده، لكن الخبر العاجل انه كريستيان اريكسن طبعا نجم المنتخب الدنماركي والنجم الشهير لاعب الانتر وتوتنهام السابق، وهو في اثناء المباراه اصيب ووقع، يمكن زي ما حضراتكم شايفين لقطات التفاصيل اللي جات لنا او الخبر اللي جالنا ان هو بلع لسانه، وما زالت لغايه اللحظات اللي بكلم حضراتكم فيها دي المباراه متوقفه، حاله توتر شديده جدا في الملعب. زمايلي بيبلغوني ان المباراه صدر قرار بتاجيلها حالا دلوقتي، كان فاضل فيها او متبقي في المواجهه شوط كامل وتم الغاء المباراه واتاجلت. وبعض الاخبار اللي وردت لنا برده بتقول انه اللاعب اصيب بسكته قلبيه، طبعا واحد من اهم نجوم الكره في الفتره الاخيره على المستوى العالمي مش بس على مستوى الدنمارك. دي طبعا لقطات الصدمه على وجوه لاعبي الدنمارك بعد اصابه اريكسن، طبعا واحد من اهم اللاعبين في السكواد بتاع الدنمارك في البطوله، نتمنى له الشفاء طبعا بصرف النظر عن مشاركته في البطوله من عدمه. ما اعتقدش انه في الحالات اللي زي دي يعني فكره عوده لعيب مهما كان تاثيره بتبقى بنفس درجة الأهمية من إن احنا نتمنى له طبعا سرعة الشفاء. حوادث الملاعب بقت مش عارف يعني، هل ما كناش عشان الميديا أو يعني تكنولوجيا الاتصالات على دراية، لكن بتهيألي كترت قوي في الفترات الأخيرة كابتن أحمد. أكيد أتمنى السلامة للجميع طبعا. ربنا يشفيه ويعافيه، الله طبعًا. أعلم بقى تفرق كتير. اللي أنا شايفه ده هم بلع لسانه، كانوا بيحاولوا يطلعوا لسانه عشان ياخد نفسه، بس أنت بتقول سكتة قلبية، فلو سكتة قلبية يبقى هو مات في وقتها خلاص، والماتش عشان كده احنا مش عارفين لسه تطورات الحالة إيه، بس هو الماتش تم إلغاء الشوط الثاني. خلاص طالما تم إلغاءه يبقى ربنا يرحمه يعني ربنا يرحم الجميع الله. يعني يا ريت لو في أي تفاصيل جات لنا يا ريت برضه هنتابع مع حضراتكم. زيادة طبعا زيادة الضغط العصبي مع الالتحامات القوية جدا اللي بقت مسموحة من الفيفا مع الأحمال البدنية العالية ساعات بتأثر بالسلب على اللاعبين،
ولكن لو كانت سكتة قلبية فهو قضاء الله وقدره. يعني حتى الآن غير مؤكدة أزمة قلبية أو بلع اللسان يعني في الحالتين. طبعا هو المباراة تم إلغائها وأعتقد وهو على الأرض الصورة اللي جت على الأرض لا هو فعلا بلع لسان بلع لسانه وبيحاولوا يخرجوا لسانه بره بس أعتقد أنه فتح طالما فتح بقه يبقى أكيد خرجوا لسانه لأن المفروض لما بتبلع لسانك الفك السفلي بيقفش على الفك العلوي وبيخلي لسانك مقلوب فأنت بتضطر أن أنت في حته هنا كده تطلع فكك السفلي لقدام وبعدين تشده تحت جامد وبعدين تجيب حاجه تسحب فيها اللسان فهو هنا فتح بقه طالما فتح بقه انا اعتقد والله اعلم حتى بص حاطط المسعف حاطط ايده في الحته اللي انا بقول لحضرتك عليها ايوه اللي هي الحته الفرق ما بين الفكين الفك الاول والفك اللي فوق واللي تحت فانت لما بتدوس على الحته دي غصب عنك بيبقى فيه لوك لما بتدوس على الحته دي اللوك بيفتح غصب عنك بقك بينزل تقدر تاخد اللسان تطلعه بره فانا اعتقد ان شاء الله يا رب يكون بلع لسانه وان شاء الله كده بالصوره دي بلع ان شاء الله لسان دي اصابه انا عمري ما سمعت عنها ولا شفتها غير في ملاعب كره القدم يعني عمري ما شفتها قبل كده وسمعت عنها في اي رياضه تانية مهما كان فيها الاحتكاك او الحمل البدني قوي او عنيف. طيب البلع اللسان هي قصه كلها ان اللسان بيبقى طالع لبره انت بتاخد نفسك عادي جدا اللهاه اللي هي الفيصل ما بين التنفس تكلمني كدكتور دلوقتي مش كلاعب كره ماشي اللهاه واللسان الفرق سوري المناخير واللسان الاثنين بتاخد النفس من الحتتين دول في حته اسمها اللهاه اللهاه دي مسؤوله عن تغيير التنفس والاكل تمام دي شغاله على طول. طيب انت بتاخد نفسك عادي جدا فتيجي تطلع فوق وتنزل بتنزل على راسك ايه اللي بيحصل لسانك بيتلف لسانك بيلف بيلف اللسان ده يعني عشان يلف بيقفل المدخل بتاع الهواء من هنا بس الطبيعي ان انت تنفس مناخيرك لا ده انت هو بيقفل المجرى اللي شغال من مناخيرك ومن بقك طيب ايه اللي بيحصل بعد كده الفك هنا في فك سفلي وفك علوي طبيعي انت الفكين بيشتغلوا مع بعض تمام اللي بيحصل ان الفك السفلي بيقفل على العلوي واللسان مخنوق في النص فانت بالظبط عامل كانك عارف جايب حته كده وقافل عليها تمام طب تعمل ايه لازم تفتح الفكين الاول وبعدين تاخد اللسان تلفه الوضع الطبيعي عشان يبتدي التنفس يخش ففي هنا في لوك اللوك ده اللي بيحصل ده اللوك اللي بيحصل ما بين الفكين تبتدي تضغط على اللوك ده دي حاجه عامه عشان لو حصلت لاي حد تبتدي تدوس على اللوك ده وتسحب الفك لتحت فيبتدي يتفتح وعلى طول تجيب اي حاجه اللوك ده بيبقى في الحته اللي فيها العظمتين بالظبط هو بص منش اللي هو ايه ملتقى الفكين مع بعض ملتقى الفكين مع بعض لما فيهم حته في ناس كتير ساعات لو ما بتاخد نفسها رايح تقعد تعمل لك كده شايف دي بقى لما تيجي تعمل كده الملتقى ده بيبان لما اللسان يقف لما اللسان يلف بيلوك بيحصل لوكينج فانت عشان تعمل لوكينج لازم تدوس هنا كده جامد وتنزل الفك لتحت وتجيب اي حاجه ان شاء الله تجيب حديده معلقه اي حاجه تحطها عشان تعمل بس الاول مجرى تنفس عقبال ما تلف اللسان تمام فهو طبعا الحاجات دي السلامه للجميع يا رب ما ان شاء الله ما حدش يشوفها ولكن لازم الناس تبقى عارفاها كويس طب مناسبه السلامه للجميع ويمكن ده درس الحقيقه درس في توقيت مهم جدا سواء للانديه او لمنتخباتنا ان شاء الله باذن الله عندنا كتير من اللقاءات الدوليه على مستوى الانديه المصريه طبعا الاهلي وبيراميدز اللي ما زالوا مكملين في مشوار افريقيا وعندنا على مستوى المنتخب الاولمبي بطوله اولمبياد طوكيو وعندنا على مستوى المنتخب الاول طبعا تصفيات كاس عالم وبطوله افريقيا بالتالي حجم المشاركات الخارجيه في الفتره الجايه بالنسبه للعيبه المصريه كتير النهارده خليني اقول لحضراتكم كنت لسه بكلمكم بكره ان شاء الله كوبا امريكا تبتدي كان مفترض انه البرازيل تلعب مع فنزويلا الخبر اللي جالنا برضو دلوقتي على الهواء انه لاعبي فنزويلا او منتخب فنزويلا تم اكتشاف اصابه 12 لاعب من لاعبته بفيروس كورونا وبالتالي اعتقد هيواجه صعوبه كبيره جدا في مشاركته في البطوله مش بس في مباراه البرازيل وده يعني انا مش عايز اقول بقى افكركم بمنتخب الشباب واللي حصل وكده بس احنا مش حمل انه يصاب اي حد من لعبتنا واولادنا طبعا السلامه للجميع قبل ما اتكلم على الرياضه يعني اتمنى انه كله طبعا يبقى سليم ومعافى لكن ما نريد التاكيد عليه هو فكره الاجراءات الوقائيه والاحترازيه في اي مناسبه كنا بنلعب ماتش ودي كنا مسافرين بره كان حد جاي لنا جوه الاجراءات الاحترازيه والوقائيه في منتهى 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 الاهميه ولا قدر الله ما نستحملش انه فريق مصري منتخب كان شباب او كبير او نادي مصري يحرم من لاعبيه
قبل المشاركه في لقاءات مهمه. تمام. هسالك بقى عدي سريعا عشان عايز انقل معاك على اليورو وهتكلم معاك كمان على المنتخب الاولمبي، اكيد تابعته مع جنوب افريقيا. الترجي رايك فيه ايه السنه دي؟ الترجي فرقه مميزه جدا هجوميا، ضعيفه دفاعيا، دي وجهه نظري. يعني ممكن الناس ما تتفقش معايا بس انا بقول لك هي فرقه من احسن الفرق الموجوده في القاره. أيوه. هجوميا عندها ثلاث لاعبين مميزين جدا، حمدو الهوني. أيوه. عبد الباسط لعيب سترايكر وتارجت ما شاء الله، السترايكر الافريقي اللي عندهم ده جامد جدا قوي جدا. عندهم احنا قلنا حمدو الهوني، عبد الباسط بن رمضان اعتقد برضو، وانيس البدري تحتيهم بيلعب الشعلالي، وبيلعب فونس اسمه فوسيني كوليبالي، ومحمد علي بن رمضان. أيوة. لعيب كويس جدا جدا جدا، في وقت من الاوقات كان النادي الاهلي ممكن يكون بيتكلم عليه. عندهم على الطرف اليمين كباك رايت حمدي النقاز، على الناحيه الشمال بن حميده، في النص اثنين لعيبه كبار عبد القادر بدران وخليل شمام، خبرات عاليه جدا جدا. معز بن شريفيه طول عمره من وجهه نظري هو نقطه ضعف في فرقه الترجي، ما بيتعاملش مع الكرات العرضيه خالص كويس، وممكن يكون في الانفرادات كويس، انما في الكور كروسات والكور العرضيه والشوط المباشر عنده مشكله فيها. قلبي الدفاع المساحه بينهم وما بين الباك رايت والباك ليفت عندهم مشكله كبيره جدا جدا في ناحيه التغطيه. يمكن بيعوضوها بوجود فوسيني كوليبالي كرقم 6 محوري بيدافع في الحته دي. عندك الشعلالي ومحمد بن رمضان، الاثنين دول لعيبه كوره. فبيستلم كوره اصلا، في واحد منهم يعني الشعلالي ده كان بيلعب 10 الاول. بقى هو وظفهم انه يلعب 2 8 وتحتيهم 1 6. 2-8 اللي واقفين دول الاثنين لعيبه كوره كويسين قوي. مع السرعات اللي موجوده عند البدري وعند حمدو الهوني هيعملوا مشكله لخط دفاع النادي الاهلي. عشان كده انا وجهه نظري ان احنا نلعب ب 4-3-3. تمام. عشان احاول اقفل الاطراف. هاني النهارده كان معانا زميلنا شريف شعبان يعني بياكد انه محمود متولي ومحمد هاني ومحمد محمود بره الحسابات. محمد طبعا محمود لسه عقبال ما يرجع كده كده يعني، بس يعني اللي بره الحسابات من السكواد الاساسي محمد هاني ومع محمود متولي. ماتش الذهاب صعب جدا يعني، هو كده كده ما اعتقدش ان محمود متولي كان ممكن يبقى متواجد في مباراه زي دي بعد فتره غياب كبيره كده يعني، ما كنتش اعتقد يعني. انما طبعا اكيد عدم وجود محمد هاني في مباراه زي دي ممكن تكون نقطه سلبيه، ولكن ممكن موسيماني يعمل مفاجاه بيلعب باربعه سرد باكات في خط الظهر. هتقول لي ازاي؟ اقول لك هيلعب مثلا بربيع في اليمين، لا بيكهام او ربيع اي سرد باك برضه، بيكهام وربيع الاثنين سرد باكات. ويلعب في القلب بياسر ابراهيم وبنون، وناحيه الشمال ايمن اشرف، واستغنى عن علي معلول دلوقتي لان مش هنحتاجه في الناحيه الهجوميه كتير، ممكن احتاجه في الناحيه الدفاعيه. والعب بالاربعه دول واقفل قدامهم بثلاثه، والعب بثلاث سرعات قدام اجايه وصلاح محسن او طاهر ومعاهم محمد شريف. رايح تدافع كابتن، انا رايح ادافع بس هاخد اللي انا عايزه من المباراه. وان شاء الله ده اللي هيديني الاولويه هنا ان شاء الله. وهفكرك ان مستر موسيماني هيعمل كده. طيب انا طيب تمام. تحب تقابل مين في النهائي لو ان شاء الله يعني كايزر تشيبز وداد المغربي الناحيه الثانيه بيلعبوا بعض، شايف مين اتقل؟ شايف مين فرصه اكبر؟ فرص الوداد طبعا اكبر. وداد اكبر طبعا. انما انت تتمنى تقابل مين يعني لو قدر لينا؟ انا حظي على فرقه كايزر تشيبز عالي، ما بقابلهاش وبتعادل حتى معاها، بكسبها يعني. انت نفسك انا نفسي في كايزر تشيبز، انما لو جالي الوداد اهلا وسهلا. بص خلينا في اللي احنا فيه دلوقتي. ما انا فاهم، فانا بسمع، انا بسمع عايز تسمع رأيي. لا انا بندردس في المدرج كده. خلي بالك نسخه الوداد اضعف من السنه اللي فاتت واللي قبلها. والله والله ككوره. تمام. شايف الوداد السنه دي فايق عن السنه اللي فاتت. هتشوف كايزر تشيفز فرقه متوسطه المستوى. عندهم بيلعبوا كوره حلوه زيهم زي سان داونز كده. بس عندهم مشاكل كتيره في خط الدفاع. فانا اتمنى ان انا العب كايزر تشيفز. انا بسالك، عارف قاعدين في الدرجه الثالثه كده، ثالثه شمال ماشي. فيعني لا انا معاك. طب قول لي سان داونز اصعب ولا الترجي من وجهه نظرك؟ لا سان داونز اصعب. سان داونز عشان حاجتين. ايوه. الفرقه بتلعب كوره كويسه جدا جدا. ثانيا ان انت تلعب الساعه 3 الظهر في جنوب افريقيا دي دايما بتسبب لنا ازمه. ويا ريت الكاف يشوف لنا حل في موضوع الساعه 3 دي. لازم كل الماتشات تتلعب بعد الساعه 6 ده. لازم ده حل لابد منه، لان ما ينفعش العبك انا الساعه 9 في الحلاوه وفي الهواء الجميل وتحت الاضواء وانت تلعبني الساعه 3 في عز الحر وارضيه بتطلع نار وصهد من تحت. فدي حاجه لازم الكاف يشوف لها حل. دي مشكله كبيره. انما انت في تونس الاجواء بس هي اللي هتبقى صعبه. ابعد معاك عن الكوره شويه اتفضل، واكلمك على شويه حاجات حاصله في الفتره الاخيره وتحديدا مع
بدايه فتره الراحه اللي دخلها النادي الاهلي كلام كتير جدا، لدرجه ان انا كنت يوم الاربعاء تقريبا الاربعاء في السادسه كنت بكلم مع الناس انه نص فرقه النادي الاهلي جالها عروض. ايه ده؟ مش جالها عروض، ده في مشي خلاص. يعني بدر بنون النصر السعودي، اليو ديانج فرنسا واسبانيا، محمد شريف تركيا، مجدي قفشه تركيا، مروان علي. محسن ومين معاه؟ ومحمد محمود ومعهم حد تالت بس مش فاكر مين. علي معلول قالوا خلاص رايح. علي معلول الخليج. ومحمد هاني ألمانيا. ومين تاني وعمر السلية الخليج. يعني بص نص الفرقة مشيت خلاص. طيب رأيك ايه في الكلام ده في التوقيت ده؟ طيب اولا هي بلبلة من الطرف الاخر على لعيبة النادي الاهلي، العيار اللي ما بيصيبش بيدوش. طيب خليه بس اقول تأجيل مباراة الدنمارك وفنلندا لأجل غير مسمى بس عشان طيب اقول لنفسك. هو حصل له حاجه يعني؟ معلش خلي اللي موجود جوه يقول لك. هو حتى اللحظه هو وقع على فكره بدون اي اصطدام، يعني ما اصطدمش بحد، وقع لوحده. لا يبقى سكت اغمى عليه. فبس يعني قلنا برضو نوضح. لا اله الا الله. ماشي اتفضل يا كابتن احمد. طبعا هي بلبله من الصحافه والصحافه المضاده ليك عشان خاطر يحاولوا يعملوا اي زي ما بيقولوا كده اي فركشه جوه اوضه اللبس، لانهم عارفين ان اهم حاجه في النادي الاهلي هي اوضه اللبس. فلو طول ما اوضه اللبس مظبوطه النادي الاهلي طول عمره الدنيا بتمشي معاه كويسه. بلبله. وبعدين هم لو ما اتكلموش على لعيبه النادي الاهلي هيتكلموا على لعيبه مين؟ ما هو برضو بالعقل. يعني انا كصحفي هبيع ازاي؟ هبيع لما اتكلم على لعيب النادي الاهلي. طيب سمعت خبر من هنا فلان كلم واحد عن طريق اي حد وقال له ده مش عارف مين جاي له عرض، احط معاه واحد واثنين وثلاثه واعمل بلبله. انما انا عندي ثقه في النادي الاهلي، عندي ثقه في كابتن سيد مدير الكوره، عندي ثقه في مستر موسيماني، عندي ثقه في قبضه محمد الشناوي وايمن اشرف وسعد سمير على اوضه اللبس، وده اللي انا متاكد منه. واعتقد ان ما فيش لعيب بيلعب في النادي الاهلي في ظل الوقت الحالي يتمنى انه يخرج من النادي الاهلي. كفايه الكلمه اللي علي معلول قالها امبارح، انا خدت حب النادي الاهلي، جمهور النادي الاهلي، مش معقول ابيعه بفلوس. حب جمهور النادي الاهلي ده مش اي حد يوصله، مش معقول ابيعه بفلوس. فكلمه زي دي حتى وان كان مش يعني مش مصري ولكنه ابننا خلاص بقى. واحد مننا، ده شارينا. واحد اشتراك، فانت لازم تمسك فيه بايديك وسنانك طبعا. يمكن في كلام كتير على ديانج وده حقه، ولكن ديانج لسه عايز يستوي، ف احنا هناخد منه الشهد بس نسيبه. عظيم. اروح معاك شويه للمنتخب مصر الاولمبي، بما ان احنا شفناه بعد غياب طويل يعني مع كابتن شوقي قدام جنوب افريقيا، رايك ايه في التجربه عموما؟ اكيد اي مباراه وديه مع منتخبات كبيره بتبقى ليها مفعول ايجابي. خلي بالك احنا مسافرين وفي قريب جدا، وبعدين هيخشوا فقاعه فمش هيعرفوا يلعبوا ماتشات وديه، فلو ما لعبهاش دلوقتي مش هيلعبها. اعتقد ان وجود لعيب مصطفى محمد فرق مع النادي الاهلي اللي احتمال كبير ما بقاش موجود معاهم، وهي سوري فرق مع منتخب مصر الاولمبي اللي احتمال كبير ما بقاش موجود معاهم. يعني انت بتلعب واحد احتمال بنسبه 90% ما بقاش موجود معاك، طب العبه ليه؟ طب ما نادي احمد ياسر هي دي نقطه سلبيه. بتتكلم على اساس انه فنربخش انه جلات السراي قال انه مش هسيب مصطفى محمد، مش هسيبه. طب انا ليه اخده معايا لعبوا ماتشات وديه على حساب ناس ممكن تكون متواجده في الماتشات الوديه؟ طبعا اصابه اكرم توفيق اصابه سلبيه لينا، ولكن ان شاء الله تبقى اصابه خفيفه. الفرقه فرقه كويسه جدا فرقتنا على فكره، الحمد لله عندنا عناصر كويسه جدا جدا جدا، عناصر قويه عندها ثبات انفعالي، لعيبه كبيره مش صغيرين، لان كلهم بيشاركوا في الدوري الممتاز وبيشاركوا بصفه اساسيه، ولاعيبه نجوم وفي لعيبه منهم موجوده في المنتخب الكبير اصلا. فاحنا فرقتنا كويسه جدا. الناس تقول لك احنا هنقابل مش عارف الارجنتين طب وايه يعني المشكله؟ ما احنا برضو احنا فرقه كويسه. المشكله في ايه؟ التنظيم هو اللي ممكن يوصلنا ان احنا نروح حته كويسه قوي في الاولمبياد. ايه الحاجات اللي كشفتها المباراه دي من وجهه نظرك كابتن شوقي لابد انه يحط عينه عليها او يركز شغله عليها الفتره اللي جايه عشان نستعيد نسخه بطوله افريقيا؟ طيب. يعني انا كنت بقارن بين وديتهم عذرهم وقلت ده مباراه ده من حق كابتن شوقي يجرب، واللعيبه طبعا بقى لها فتره ما اتجمعتش فطبيعي انه الاداء ما يكونش شبه
الاداء العظيم، لان انا الحقيقه انا شايف انه المنتخب ده مستقبل الكره في مصر. وحقيقة حقيقة يعني شايف ان الولاد دول مستقبل الكره في مصر. انا بقول لحضرتك الفرقه كويسه جدا جدا، وانا من اكتر الناس ايمانا ان الولاد دول برضو لو يعني اتحطوا في حاله معينه، في تم تجهيزهم نفسيا ومعنويا قبل بدنيا وفنيا في حاله معينه، ممكن يعدوا في الاولمبياد ويروحوا لبعيد ان شاء الله باذن الله. فشايف ايه الحاجات اللي ممكن تقول انه الولاد محتاجين شغل فيها الفتره اللي جايه؟ يعني هي هتبقى النقطه بس بنقطه بدنيه، انا شايف من وجهه نظري بدني دي، لان انت هتلعب فرق ما بتوقفش كره في رجلها 90 دقيقه. الكره بتجري اكتر من اللعيب، تمام، الباص بيخلي الواحد يجري ويتحرك في كل حته، فانت لو مش واقف بدني على رجلك مع الفرقه دي، خصوصا ان انت بتلعب 3-4-3 بتسيب مساحات كبيره قوي على في قلب الملعب، فايه القصه؟ انت لازم يبقى بدنيا واقف على رجليك كويس قوي 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 عشان اجري الناس دي. نقطه ايجابيه وجود احمد فتوح ناحيه الشمال والعراقي ناحيه اليمين، الاثنين عندهم سرعات وكره كويسه جدا جدا جدا، مع وجود اطوال عندنا اذا كان مصطفى محمد لو راح الله اعلم، مع احمد ياسر ريان، مع صلاح محسن بسرعاته، الفرقه دي كبيره، فرقه طبعا المهم لعيبه كبيره جدا جدا جدا. اعتقد ان من يعني من الصح ان احنا نبقى في ظهرهم، كلنا نبقى في ظهرهم، يعني حتى لو حصل ايه لازم الناس لو هي بتتلام، لا لازم كابتن شوقي يحسسهم بقيمه منتخب مصر، يحسسهم بقيمه الوطنيه، خلي بالك بتفرق كتير جدا. كابتن حسن شحاته كان بيعملها على طول في المنتخب، الوطنيه في حد ذاتها ممكن غصب بتطلع نار طبعا، بتطلع نار. انت اتفرج على منتخب ايطاليا بس وهو واقف بيغني الاغنيه بتاعه السلام الوطني لايطاليا، بيطلعوا شرار وهم بيغنوا، ده بيدي حماس وبيدي يعني قوه فوق قوتهم. اوقات كتير جدا الروح دي مع المصريين، الحاله اللي انت بتتكلم عليها دي عوضت فوارق كتير جدا كتير. وكانت سبب في انه منتخبات كتير رجعت لنا ببطولات الحقيقه كتير. حاله الانتماء الشديده جدا كتير. والغيره الكبيره جدا والرغبه في انك انت تطلع 200% اللي عندك بتبقى في اوقات كتير جدا مهمه جدا. بوركينا فاسو 98 طبعا، الحاله المعنويه اللي كان عاملها كابتن جوهر، الله يرحمه طبعا، فرقت معانا جدا، رايحين 13 وخدنا البطوله ورجعنا. ايوه صح. 2006 احنا مش من المرشحين، خدنا البطوله بلمه الناس والجمهور والروح، الناس اللعيبه كانت بتموت نفسها في الملعب. 2010 مش مرشحين، خدناها برضو بالروح والقلب، فانت لا انت في حاجات كتير جدا يعني. طبعا فرحه جماهير ايطاليا امبارح بعد الفوز على انا طبعا قلت انه لا يعني ما كنتش متوقع انه ايطاليا تلعب الكره الحلوه دي، بس برضو مش قادر اقيس يا كابتن احمد يعني قياسا على مستوى تركيا، حاسس انه تركيا خسر، ما تقدرش تقيم على اساس اداء ايطاليا. تركيا امبارح كانت مفصوله مفصوله دفاعيا وهجوميا خالص، الثلاثه اللي قدام كانوا يعني ما بيوصل لهمش كره اصلا. ايوه فالفرقه مفصوله، عندهم مشكله في الباك ليفت، الراجل 18 ده مش فاكر مسكهم فاتح شارع باسمه كل شويه يروح، اللي عمل الجول الاولاني وجت في صدر الراجل ودخلت، ده كل شويه يروح بالراجل يرقصه وياخده لجوه ويرفع وياخده لبره ويجيب، يعني إيموبيلي لعيب كبير لعيب كبير، وإنسيني برضو لعيب كبير، وإنسيني لعيب. بس أنا عايز أقول لك حاجة، إيطاليا من زمان ما بقاش ما عندهاش لعيبة كورة بالطريقة دي. صحيح. يعني إيطاليا دايما متعودين على الجرينت، متعودين على القتال لآخر، إنما أول مرة أشوف نسخة لفرقة إيطاليا بتلعب كورة حلوة. صحيح. وده حصل امبارح، يمكن تركيا مش مقياس لأن ما شفناش منها أي حاجة إيجابية امبارح، ولكن أعتقد إن إيطاليا هتروح لحتة بعيدة في البطولة. طيب مين الفرق؟ أنا بقول إن اليورو بالذات يعني صحيح كوبا أمريكا طبعا فيها برازيل والأرجنتين، بس عمرها أبدا ما هيكون فيها كم الكبير جدا من النجوم اللي موجودين في اليورو، فانت قدام وجبه يعني هتبقى تتابع مين ولا مين؟ عايزك تقول لي مين المنتخبات اللي انت حريص على انك تشوف ماتشاتها، يعني تستمتع بصرف النظر فوز وخساره، انت عايز تتابع سكواد مين بالظبط؟ ومين شايف المنتخبات القريبه من تحقيق اللقب؟ طيب اكيد انا بحب استمتع بالمانيا طول عمري، يعني من زمان حتى وهم بيلعبوا الكره الطف كنت بحبهم لانهم زي ايطاليا كده. المانيا، ايطاليا، اسبانيا، انجلترا،
اللي تغير الكوره فيها خالص دلوقتي عن زمان. زمان كان لونج بولز وبيلعبوا على على الطرف اليمين والطرف، دلوقتي بيلعبوا كوره وكوره كويسه جدا، عندهم لعيبه كمان تسمح لهم بده كتير جدا يعني، ومهارات غير طبيعيه. صحيح، عندهم جاك جريليتش، عندهم جيمس موريسون، عندهم فيل فودن، رحيم ستيرلينج، هاري كين، عندهم كتير كتير داني علي طبعا. فانت عندك دلوقتي الفرقه بتلعب كوره حلوه وجميله. اسبانيا طول عمرها بتمتعنا في الكوره. ممكن اقول يعني مش هدخل البرتغال، يعني الناس متوقعه البرتغال، انا بقول لك لا، البرتغال هتطلع من الدور الاولاني. بلجيكا تقدر تحقق لقب السنه دي؟ بلجيكا كوره ممتعه زي هولندا كده، انما تاخد منها بطوله ما بتاخدش. انما تتمتع وانت بتتفرج عليهم، تتمتع وانت بتتفرج، من الفرق اللي تتمتع فعلا وانت بتتفرج عليها. ولكن في الاخر المحصله البطوله ايه؟ ما بيجيبوش بطولات. بيقولوا فرنسا عندها منتخبين الاثنين ممكن يفوزوا ببطوله اوروبا. صراحه فرقه فرنسا، المجنسين عاملين لفرنسا فرق كبير جدا جدا جدا. خلي بالك التجنيس فرق مع فرنسا في الكوره بطريقه فظيعه، سواء عرب انت عارف ان فرنسا من ضمن الانفوجرافات اللي الزملاء كانوا مجهزينها في عرضناها في السادسه في الفتره الاخيره، ان فرنسا بقت ثاني اكتر دوله على مستوى العالم تصديرا للمحترفين بعد البرازيل. ايوه ما عشان انت هقول لك حضرتك حاجه، هي قصه فرنسا ايه؟ لعيبه فرنسا ذات نفسها ولا كلهم هتلاقيهم مجنسين؟ اغلبهم يعني، لا 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 لا، بنسبه 80% يعني 80% اسمعني بس. الكونغو، الكاميرون، السنغال، ده مش مجنس، ده جيل تاني، ده مش تجنيس، ده جيل تالت وتاني. ماشي، من اصل الافارقه. التجنيس ده بيعملوا ناس تانيه، انك تشوف لعيب قوي فتروح مجنسه. لا مش قصدي كده يعني. حتى في المغاربه في جزائريين، في كتير جدا جيل تاني. كريم بنزيما، زين الدين زيدان ذات نفسه. فانت الجيل التاني والتالت من الافارقه اللي موجودين في فرنسا خلوا الكوره بقت في حته تانية خالص بالنسبه لها. لما الجنس الافريقي قادر يتسيد كده ويقدم امبابي ويقدم نجولو كانتي، افارقه مش عارفين ياخدوا كاس عالم ليه؟ اوجد لي نفس اللي بيحصل في اوروبا من ناحيه التدريب. لا ده موضوع كبير يا كابتن، فرق كبير جدا، فرق السماء والارض. مين هيفوز في كلمه واحده، مين هيفوز ببطوله ان شاء الله؟ المانيا ان شاء الله. المانيا، بشكرك شكرا جزيلا، نورتنا، وان شاء الله باذن الله العشره ان شاء الله اهلاويه، ان شاء الله ان شاء الله العشره اهلاويه، ان شاء الله ان شاء الله بقدره ربنا ان شاء الله. نورت وشرفت يا كابتن احمد، بشكركم على المتابعه، مستمرين مع حضراتكم على مدار اسبوع يوميا، ولا حديث طبعا يعلو فوق صوت المعركه، الاهلي والترجي ان شاء الله لقاء منتظر ومرتخب، هنتابع وهنتكلم وهنحلل مع حضراتكم طبعا، وكل التوفيق لابطالنا ان شاء الله في الشوط الاول في رادس في تونس. تحياتي لكل جماهير النادي الاهلي.